فوج 39، فوج خاص في مدرسة الحوار. سنوات قضوها في المدرسة، 9 سنوات طوال مليئين بالمليئات بتجارب حلوة، وشو جزء منها كمان تجارب مش هوينة. كان في إلنا كمان إحنا فترة عمل جميلة مع هذا الجيل، كان في تحدي معين مع هذا الجيل اللي طلب من المدرسة عمل مكثف أكثر. إحنا بنشكرهن أولا على العمل المكثف، ثانيا بنقول لهم يعطيكم ألف عافية، وصلتوا لنهاية المشوار. مدرسة الحوار أعطتكم كل ما لديها، ودائما بتضلكوا أولادها. بنتأمل إنه الحياة لقدام تمنحكم الفرص الجيدة للنجاح. مدرسة الحوار رح تذكركم دائما بالأشياء الحلوة. إحنا بيت لإلكو، مدرسة الحوار هي حضن دافي، هي الأم اللي مش رح تترككو، إنتو ولادها مهما بعدتو. نتمنى لكم النجاح. شو حبايبي، شو القصة؟ بعدنا مصيفناش، بعد السنة ما خلصتش. صح صف تاسع انتو وكبار بالمدرسة واحنا بدنا نتخرج، بس على الأقل كل إشي أعطيه حقه، بدنا نكمل السنة على الآخر، في عنا بعد امتحانات. طيب حبايبي، اليوم بدنا نكمل درسنا لأنه قبل الامتحان، وبعد في عنا موضوع واحد اللي هو أوروبا في قلب الحدث. بنهاية هاي السنة ومش عارفة أنا كيف بدي أحس إسا إنه بدي أفارقكم قلبي حسيته معكم. لا يا معلمتي، سلامته لقلبك.
فارقكم قلبي حسيته معكم قلبي حسيته كتير عم بيرز وأفراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. تفضلي من اقصى الشمال لاقصى اليمين ترجعي اوكي. فرحتوا وغنيتوا ورقصتوا بس بالاخر بدها نتعلم. انا مش عارفه هاي المواهب كلياتها وين كاني مكمونه عنكم يا صف تاسع، ولكن انا مصره نكمل بدرسنا اوروبا في قلب الحدث.